وعودة إلى جولة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بالإسكندرية. وللمزيد تنضم إلينا مراسلة التلفزيون المصري سالي سالم. سالي، مساء الخير، وبعد التحية يعني صفي لي المشهد وصفي لي هذه الجولة التي قام بها رئيس مجلس الوزراء اليوم مصطفى مدبولي إلى الإسكندرية. نعم، تحياتي لك دينا ولمشاهدينا الكرام. كما ذكرت، جولة مكثفة لدولة رئيس الوزراء منذ الصباح الباكر نتابعها في هذه المحافظة، عروس البحر المتوسط، محافظة الإسكندرية. هذه الجولة التي بدأت بتفقد إحدى قرى مبادرة حياة كريمة، وهي قرية أبو صير، والتي تضاف إلى ثلاث قرى أخريات ضمن هذه المبادرة داخل مركز برج العرب التابع لهذه المحافظة. وتبلغ تكلفة التطوير وتنفيذ هذه المبادرة داخل هذه القرية تصل إلى 3 مليارات جنيه، تخدم ما يزيد عن 150 ألف مواطن داخل هذه القرية، عدد من المشروعات التنموية والبنية التحتية، القطاع الطبي والصحي داخل هذه القرية. ومن خلال حديثنا مع عديد من الأهالي داخل هذه القرية رصدوا لنا كم الإهمال الذي كان يحدث داخل هذه القرية في السنوات الماضية، وما حققته هذه المبادرة خلال عام واحد من طفرة نوعية وطفرة خدمية داخل هذه القرية. ثم انتقل دولة رئيس الوزراء بعد تفقد مركز خدمة المواطنين ووحدة طب الأسرة وأيضا عدد من النقاط داخل هذه القرية، انتقل إلى ميناء الدخيلة والذي تفقد به عدد من النقاط، وذلك في إطار التطوير الذي يحدث للموانئ المصرية، وذلك بناء على توجيهات السيد الرئيس لتطوير المواني لتقصير والإسراع في مدة الإفراج الجمركي. تفقد دولة رئيس الوزراء بصحبة وزير النقل وأيضا وزير المالية الرصيف مشروع إنشاء رصيف الصب الجاف، وأيضا إنشاء رصيف رقم 100، وهذا الرصيف الذي تم توقيع البروتوكول الخاص به الأسبوع الماضي باجتماع الحكومة الأسبوعي، وهو الخاص بإنشاء محور متكامل وهو السخنة الدخيلة، محور لوجستي متكامل للحاويات للربط بين البحرين الأبيض والمتوسط. عدد من النقاط التي تم تفقدها داخل هذا الميناء وهو ميناء الدخيلة، أيضا تفقد مبنى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات. ثم انتقل دولة رئيس الوزراء بصحبة وزراء الحكومة إلى ميناء الإسكندرية وتفقد محطة تحيا مصر للمتعددة الأغراض على رصيف 55/60، وتفقد أيضا عدد من النقاط داخل هذا الميناء لعملية تطوير الموانئ المصرية والإسراع في عملية الإفراج الجمركي. ثم انتقل دولة رئيس الوزراء إلى محطة مصر والتطوير الذي يحدث لهذه المحطة باعتبارها من أهم مرافق النقل للمواطنين، وما يتم من تطوير في المساحات الخارجية لهذه المحطة. أيضا انتقل دولة رئيس الوزراء لتفقد حلقة السمك بالإسكندرية والتطوير الذي يحدث لهذا السوق والعملية التي تحدث من تنظيم لهذا السوق بعدما كان عشوائيا فترة طويلة من الزمن، وإنشاء هذا السوق يرجع إلى عام 1800 ولابد من التطوير. أيضا انتقل دولة رئيس الوزراء بصحبة المستشار عمر مروان وزير العدل وأيضا وزراء الحكومة إلى محكمة الإسكندرية، والتي تأثرت بالحريق الذي حدث في أحداث 2011، وهذه المحكمة التي خضعت إلى عملية تطوير شامل وميكنة لما يتواكب مع التطور الذي تقوم به الدولة فيما يتعلق بالميكنة. ثم انتقل إلى تفقد أيضا عدد من المواقع داخل هذه المحافظة للوقوف على أهم ما يتم في المشروعات القومية والتنموية والخدمية التي تتم لهذه المحافظة. هذا هو أبرز ما لدينا فيما يتعلق بجولة دولة رئيس الوزراء في محافظة الإسكندرية. نعم، شكرا لك جزيل الشكر مراسلة التلفزيون المصري سالي سالم.